تواصل المفوضية الأوروبية تحقيقات منفصلة تتناول شركات ميتا وسناب شات وتيك توك ويوتيوب بشأن التدابير المطبقة لحماية الصحة الجسدية والعقلية للقاصرين، فيما تحاول شركة ميتا المتهمة أصلا في الولايات المتحدة وفرنسا بالتسبب بأضرار على الصحة العقلية للمراهقين، تواصل اتخاذ إجراءات جديدة لحماية المستخدمين القصر من عملية الابتزاز بالصور العارية. وأعلنت الشركة عن إنشاء أداة تحمل اسم مراقب العري على إنستغرام تفعل تلقائيا على حسابات القاصرين، من شأنها أن تكشف بطريقة تلقائية عن أي صور تحتوي على عري، صور يتم إرسالها عبر نظام المراسلة الخاص بالتطبيق وتقوم بتشويشها. وأوضحت المسؤولة عن حماية الأطفال في شركة ميتا بفرعها الفرنسي أن بهذه الخاصية لا يتعرض المتلقي بطريقة غير مرغوب فيها لمحتوى حميم وله خيار رؤية هذه الصورة أم لا. إلى ذلك تحدد أدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بميتا الحسابات التي يمكن أن تكون مصدرا محتملا لهذا النوع من الابتزاز، لتجعل المنصة تفاعلات هذا الحساب مع المستخدمين القصر محدودة للغاية، وبالتالي لن يتمكن الحساب الإجرامي ربما المحتمل من إرسال رسائل خاصة إلى حساب القاصر، ولن يتمكن من الوصول إلى القائمة الكاملة للمشتركين بفعل إخفاء حسابات القاصرين، ولن تظهر له حسابات القاصرين في شريط البحث. ووفق الأداة الجديدة ستحذر ميتا المستخدم القاصر إذا ما دخل على اتصال مع حساب يحتمل ضلوعه في أنشطة ابتزاز من هذا النوع، وسيجري بعدها سيجري توجيه القاصر إلى موقع مخصص يحمل عنوان أوقف الابتزاز الجنسي، وسيتمكن من الوصول إلى خط ساخن هاتفي بالشراكة مع جمعيات متخصصة. إذن لنقاش حول هذا الموضوع نرحب الآن بضيفنا مباشرة من لندن، نرحب بالسيد أحمد الشيخ الخبير في المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي، أهلا بك معنا في المشهد الليلة. هنا ربما سؤال، إذا كانت ميتا وغيرها من المنصات قادرة على تفعيل هذا النوع من الخصائص، لماذا استفاقت الآن؟ لماذا لم تفعل هذا من قبل؟ هو طبعا هذا الإجراء هيكون أولا يعني تأثيره محدود، لأن احنا بنتكلم عن إجراء متعلق بالرسائل المتبادلة بين طرفين، طرف أول مرسل وطرف ثاني مستقبل. شركة ميتا ستضع نفسها كطرف ثالث في هذه الرسائل، هي بس اللي هتقول إن هي اتخذت هذه الإجراءات، احنا مش هنقدر نتأكد إن هي فعلا اتخذت هذه الإجراءات. ده رقم واحد، هذا عشان كده هذا الإجراء هو إجراء محدود الفاعلية وصعب إن احنا نرصده. هي هذا الإجراء ليس جديدا، ليس مفاجئا، لأن ميتا أساسا بمنصتها المختلفة كانت قد وضعت قيودا من قبل، أو يعني وضعت قيودا أساسا يعني من منذ يعني عندما يبدأ أي شخص في إنشاء حساب، وهذا الشخص يعني سنه أقل من 18 سنة، فعادة يعني هناك في السيتنجز أو الإعدادات بتاعة هذه الحسابات ما يسمى بالفلتر، اللي هو بيوقف المواد التي قد تكون إباحية أو خارجة. إذن فهو يعني استمرار لسياسات ميتا وشركائها والشركات الأخرى، ولكن سيكون محدود الفاعلية. ولكن هناك نقطة ربما تشير إلى أن المراهق أو ربما القاصر هنا يتم تخييره، يعني يتم تنبيهه أن هذه الصورة أو هذا المحتوى يحتوي على ربما محتوى جنسي وما إلى ذلك، وتخيره إن أراد المواصلة ومشاهدة هذا المحتوى أم لا. أليس ربما من المفترض أن يتم حذف هذا المحتوى من الأساس إذا كان المستخدم قاصر هنا نتحدث؟ هو ده المفروض بناء على السيتنجز اللي احنا اتكلمنا عنها، ان المفروض هذا المستخدم قاصر، وبالتالي المفروض ان هو بيمنع عنه هذه المواد الاباحيه. ولكن في عندنا اكتر من مشكله. المشكله الاولى ان هل هذا القاصر وضع تاريخ ميلاده الحقيقي ولا هو وضع تاريخ ميلاد اخر؟ ممكن يكون هو مش قايل ان هو سنه اقل من 18 سنه علشان يقدر يشوف معلومات كتير. الحاجه الثانيه ان الشخصين اللي بيتبادلوا صور اباحيه هو في بينهم كثير من الثقه. شخص بيرسل لشخص لانه واثق فيه، هو في علاقة معينة أو في أسباب معينة، وبالتالي حتى تحذيرات ميتا في هذه الحالة لن يكون لها تأثير كبير، لأن الثقة بين الطرفين هيكون أقوى من تحذيرات ميتا. الحاجة الثانية إن دي مجرد إجراءات بتاخدها الشركات، لأن هي تحت ضغوط كبيرة من الحكومات الغربية، وبالتالي هذه الإجراءات أنا بشوفها إن هي عادة بتكون
يعني ما ممكن نقول عليه ذر للرمادي في العيون. يعني بالتالي هل يمكن أن نقول أنه حتى وإن تم الإعلان عن إجراءات من هذا النوع تبقى الرقابة رقابة الآباء والأمهات على طريقة استخدام أطفالهم لوسائل التواصل الاجتماعي ضرورية في الأخير ولا يمكن الثقة في هذه الوسائل؟ يعني مهم جدا الاباء والامهات يكونوا متاكدين ولادهم بيستخدموا السوشيال ميديا باي شكل، ده مش انتهاك لخصوصيتهم، ده حمايه ليهم طالما ان هم تحت السن القانونيه. ده رقم واحد. رقم اثنين، مسؤوليه الشركات، لابد من مراقبه الشركات ويعني متابعه الاجراءات اللي هي بتاخدها. لا نكتفي بان احنا نصدق ان هم بياخدوا اجراءات، لان ممكن هذه الاجراءات تكون مجرد حاجات صوريه لا يتم تطبيقها، او يتم تطبيقها على فئه من الناس او على مكان جغرافي ولا يتم تطبيقها على انحاء العالم. الأهم من كده بقى هو الإجراءات الرسمية التي يجب اتخاذها ضد هذه الشركات. متى وكل الشركات الكبرى لا تتحرك إلا بسبب يعني عاملين اثنين لا ثالث لهما. العامل الأول هو الخسائر الاقتصادية، وده بينبم عن الإعلانات أو تأثر الإعلانات. والعامل الثاني بيكون الإجراءات القانونية اللي بتاخدها الدول، وعادة بتكون عقوبات باهظة بمليارات الدولارات. فدول الحاجتين الأساسيتين اللي لازم يستمروا، ولكن دول موجودين بشكل كبير جدا في الغرب وليسوا موجودين بنفس الوتيرة في الشرق الأوسط. نعم، ولكن ربما منصات مثل متى هل في العادة هي متعاونة مع الأجهزة الأمنية في العالم؟ يعني إذا كانت هناك ربما حالة ابتزاز جنسي لربما قاصر هنا ووصل الأمر إلى الشرطة، هل تتعاون متى وتكشف الهوية وما إلى ذلك؟ وباختصار لو سمحت، متى احيانا هي التي تاخذ المبادره وتحيل الموضوع الى الشرطه، وده موجود في البيان اللي هي اصدرته بمناسبه هذا الموضوع اللي احنا بنتكلم عنه. متى نفسها متهمه في بريطانيا بالمسؤوليه عن وفاه الطفله اللي كان عندها 15 سنه اسمها مولي راسل، ماتت في ظروف مشابهه بسبب تعرضها لمواد ما على انستغرام، وانتهى بها الامر الى الانتحار. وبالتالي فمتى يعني تحت طائله القانون اساسا دلوقتي كمتهم وليس كشاهد وليس مجرد مصدر معلومات. نعم، نشكرك جزيل الشكر على كل هذه التوضيحات وعلى مشاركتك معنا في هذا النقاش من لندن، السيد احمد الشيخ الخبير في المنصات الرقميه ووسائل التواصل الاجتماعي.